57 دراجا خاضوا المرحلة الثانية التي ربطت بين العيون وطرفايا على مسافة 100 كيلومتر، مرحلة تميزت بالرياح المعاكسة وارتفاع درجة الحرارة ما أثر على مردودية معظم الدراجين. معالم كوكبة المقدمة اتضحت عند الكيلومتر 16 وضمت الدراجين البولونيين وعناصر من المنتخب الوطني قبل أن ينحصر التنافس بعد مرور 40 كيلومترا بين رباعي متكون من 3 دراجين مغاربة ودراج بولوني، ليكون الفوز بفضل السرعة النهائية حليف الدراج عادل جلول الذي قطع المسافة في ساعتين 34 دقيقة و4 ثوان. كانت مرحلة جد صعبة نظرا للرياح اللي كانت قوية ومعاكسة، والمنتخب والفريق البولوني اللي برز لهم بشكل قوي، فرغم ذلك الحمد لله استطعنا ان نتغلبوا على كل الصعاب ونحققوا مراكز جيدة. هذه المرحلة شكلت نافذة لتكريم العديد من الأطراف التي ساهمت في إنجاح هذا الطواف. أنا مسرور بالقدوم هنا مجددا، جئت عام 93 سمة وألف لحضور طواف المغرب، وأنا اليوم أراقب شالنج المسيرة الخضراء كما سبق لي التواجد في البطولة القارية بالدار البيضاء. نفتخر باقتحام الدراجة لهذه الأقاليم واكتشاف أبطال اللي إن شاء الله غادي يدعموا المسيرة ديال الدراجة المغربية على المستوى الوطني، إن على المستوى الفرق أو على المستوى الفريق الوطني. المرحلة الثالثة والأخيرة تدور في الإثناء بين العيون وبجدور على مسافة 140 كيلومتر.